مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة عن الحدث الدبلوماسي التاريخي الذي نشهده اليوم من خلال فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية منذ الانضمام إلى الأمم المتحدة عام 63. مشاهدينا، الاستحقاق الدبلوماسي يأتي اليوم منسجما مع جهود دبلوماسية بذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه طيلة عقود لتوسيع وتعزيز علاقات الكويت مع دول العالم، فضلا عن بلورة مفاهيم متطورة للعمل الدبلوماسي تتسم بالشمولية والتكامل بين ما هو سياسي وأيضا اقتصادي وأمني. مشاهدينا، لتحليل هذه المفاهيم وأيضا رصد دلالات ورمزية وأبعاد هذا الاستحقاق الدبلوماسي التاريخي، يحضر معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ قيس الأسطر. أستاذ قيس، أهلا ومرحبا بك، وسعداء جدا بوجودك معنا في هذا الحدث التاريخي. نبارك لك فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية منذ الانضمام إلى الأمم المتحدة عام 63. بداية أخوي بندر، أشكر تلفزيون الكويت على إعطائي شرف التعليق على فوز الكويت بمجلس غير بمقعد دير غير دائم في مجلس الأمن، كما أبارك لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ولسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأبارك للشعب الكويتي كافة حصول الكويت على هذا المقعد. أعتقد أن هذا إنجاز دبلوماسي يسجل للدبلوماسية الكويتية اللي كانت وما زالت وستظل بإذن الله من الدبلوماسيات الأنشط على مستوى ليس المنطقة بل على مستوى العالم. حياك الله أستاذ قيس. قبل الحوار مشاهدينا، نتابع هذا التقرير الذي يرصد أولويات العمل الدبلوماسي الذي تتطلع إليها الكويت بعد فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لنشاهد. حصلت دولة الكويت التي التحقت بعضوية الأمم المتحدة عام 1963 على مقعد غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية بعد مرة أولى كانت خلال عامي 1978 و1979. النتيجة كانت هذه المرة ب 188 صوتا من أصل 192 صوتا، ويأتي هذا الاستحقاق نتيجة لمسيرة دبلوماسية تاريخية قادها حضرتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، أميرا للدبلوماسية بحنكة وحكمة جعلتا دولة الكويت عاصمة للإنسانية تتبلور فيها مفاهيم مدرسة الدبلوماسية التنموية خدمة للقضايا العادلة للشعوب المتطلعة إلى الازدهار في كنف الأمن والسلام. وتتطلع دولة الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وعبر علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم إلى تمثيل المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها لتنقل اهتمامات وطموح تلك المجموعات على نحو يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعهدت دولة الكويت بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة، وتعهدت كذلك بالعمل من أجل تحفيز دول مجلس الأمن في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة. إنه ليسعد بلادي الصقيرة بعددها الراسخة في إيمانها بالقيم الإنسانية الخالدة أن يأتي انضمامها إلى المنظمة العالمية في وقت تحررت فيه أقطار عديدة في آسيا وأفريقيا وتحققت لها إرادتها بالحرية وفي المساهمة الفعالة لبناء عالم يسوده الأمن والمحبة والرخاء. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، و حول هذه التغطية لفوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للمرة الثانية منذ الانضمام إلى الأمم المتحدة عام 63. أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذ قيس. يعني 188 صوت من أصل 192، يعني ما هي دلالات السؤال ما هو دلالات فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن
يعني كيف تقرأ المشهد الدبلوماسي القادم على ضوء نتيجة التصويت اليوم؟ واضح أن هناك يعني ثقة دولية على مستوى العالم بدولة صغيرة اسمها دولة الكويت، هي صغيرة بالحجم ولكنها كبيرة من حيث الدبلوماسية ويعني السياسة الخارجية اللي تميزت على الدوم بأنها سياسة متوازنة عاقلة رزينة لا تفرق بين الناس بسبب مذاهب أو أديان أو أجناس أو أعراق. يعني الكويت هذا أتصور هذا هو الوضع الطبيعي، سياسة تراكمية تحدثنا عنها، مبادرات أطلقت تجاه العالم، نستذكر قيام المغفور له الشيخ جابر الأحمد بإلغاء الديون من على منبر هيئة الأمم المتحدة، يعني حضر صاحب السمو الشيخ صباح أطال الله في عمره هو قائد الإنسانية، الكويت مركز للإنسانية، عشرات الوساطات، عشرات المساعي الحميدة، الحرب اللبنانية، المشاكل الإقليمية على مستوى الخليج أو على مستوى المنطقة، مساعي بين تركيا وبلغاريا في العام 88 أو 87 لن تأخذني، عشرات من القضايا، المؤتمرات التي أقيمت والدعم المالي اللي يعني نذكره من غير منه، نعتقد أن احنا واجبنا في هذا البلد الصغير أن نساهم في إخماد الحرائق وفي التقليل من معاناة ايا كان، سواء كان مواطن عربي او مسلم او اي مواطن في العالم. الكويت كانت وما زالت وستظل باذن الله بلد الخير، بلد الانسانيه، بلد العطاء. استاذ قيس، يعني من المؤكد ان فوز الكويت يعني بمقعد غير دائم في مجلس الامن يعتبر تتويجا لمسيره دبلوماسيه تاريخيه كما ذكرتها، يعني كيف ترصد مسارها وايضا خصوصيتها في ظل قياده سمو امير البلاد شيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه؟ يعني واضح ان التراكميه الطويله لخبره حضره صاحب السمو ابان تولي وزاره الخارجيه لمده يعني تغرب الى 4 عقود، اعتقد انها يعني في تراكميه كثيره يعني كبيره جعلت حضره صاحب السمو ملم بجميع القضايا التي موجوده في المنطقة، واعتقد ان يعني خلنا نقول على يعني معظم الخارطة على مستوى العالم. اعتقد ان هذه الخبرة ساهمت بشكل كبير بجعل الكويت يعني اولا بلد دائما انا ارددها ان الكويت دائما لاحظ انها جزء من حل ليست جزء من مشكلة. يعني عندما يبحث اي متخاصم مع اخر على مستوى العالم عن مكان يفتشون عن مكان لحل حلة القضايا، لجو مريح، لجو محايد، لجو يعني يساهم إيجابيا، يعني تلقاهم يبحثون أوتوماتيكيا عن الكويت. واعتقد الأمثلة كثيرة خصوصا في السنوات العشر الأخيرة. فاعتقد أن احنا نتحدث عن بلد يعني هادي مسالم يبحث عن الإيجابيات ويركز على البناء وليس على الهدم. في الكويت نساهم في بناء الجسور، نساهم في بناء المستشفيات، نساهم ببناء المدارس، الجامعات، لا نبعث أسلحة ولا نبعث طائرات مقاتلة ولا نبعث سفن حربية. أعتقد أن يعني أعتقد أن ما حصل اليوم على أهميته، على يعني فرحنا المبرر فيه، إلا أن أعتقد أن يأتي في السياق الطبيعي. نعم أستاذ غيث، يعني في طيلة العشر السنوات الأخيرة يعني انتهجت الكويت سياسة دبلوماسية نسميها إنسانية. نعم. أدت إلى الحدث الدبلوماسي اليوم وأيضا فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن. حدثنا عن دور الكويت في الدبلوماسية الإنسانية التي أدت إلى هذا الأمر. يعني خلنا نتحدث ابتداء عن 4 مؤتمرات للمانحين، بما فيها مؤتمر كان في لندن، ويعني أذكر أن حضرة صاحب السمو ذهب إلى 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 المؤتمر في لندن، وأيضا وهو يعني شبه يترأس هذا الاجتماع يعني لإلمامه بالمعاناة اللي موجودة خصوصا في سوريا. نتحدث عن يعني استقطاب مليارات لتغطية، نتحدث عن إقامة يعني معسكرات أو يعني أماكن لإيواء اللاجئين، نتحدث عن إرسال معونات طبية، نتحدث عن أيضا مساهمات سياسية. يعني دعك يعني القضية السورية، فلنتذكر القضية اليمنية. يعني أين اجتمع القادة اليمنيين أو الفرقاء اليمنيين لبحث الخلافات بينهم غير في الكويت؟ دائما هي نعم هي تتصدر المشهد في حال كان هناك جنوح إلى السلم.
لكن في بعض يعني في بعض المرات يعني تذهب الرياح بما لا تشتهي السفن، ولكن واضح ان بصمه الكويت على حلحله القضايا، على يعني توفير الجو الامن والمطمئن لكي يعني يتباحث الاطراف المختلفه، واضح انه موجود في الكويت. على القضيه الانسانيه واضح يعني تكلم عن المنطقه بشكل كامل، ولكن واضح ان مساهماتنا في سوريا، في العراق، في أماكن كثيرة، أعتقد أن أكبر شاهد وأكبر تتويج لما حصل اليوم. علاقة الكويت طبعا بالأمم المتحدة متجذرة أستاذ قيس، وأيضا تاريخيا يعني قد تأكد ذلك من خلال فترة الغزو وأيضا ما بعد التحرير، يعني هناك استحقاقات كثيرة وأيضا تعاون كبير بين الأمم المتحدة وأيضا دولة الكويت. يعني كيف تبدو لك آفاق هذه العلاقة بالنظر إلى الملفات الدولية المثقلة بالصراعات وأيضا المآسي الإنسانية التي يتعرض لها العالم الآن؟ يعني الكويت ساهمت كما يعني لم يقصر مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة في حال في لما احتجنا إلى هذه المنصات الدولية. يعني الشيء بالشيء يذكر، يجب أن نتحدث عن فترة أو الغزو العراقي الغاشم للكويت، يجب أن نتحدث عن قرارات مثل قرار 660 661 إلى القرار 687. فأعتقد أن نعم كما ساهمت الكويت، إلا أن في اليوم الذي احتجنا فيه إلى العالم يعني هرع العالم بأجمع إلى نجدة الكويت في العام 90-91. وأعتقد أن هذه يعني هذا الحدث على الأقل يدلل على أن هناك علاقة متبادلة. أيضا الكويت لم تقصر في هذا المجال، الكويت تبذل كثير من الجهود الدبلوماسية، المادية، الإنسانية، الثقافية، دائما تساهم في أي شيء ممكن أن يدفع هيئة الأمم المتحدة في الاتجاهات الصحيحة. لذلك نرى أن يعني أغلب الأمناء العامين منذ الستينات أو حتى السبعينات كانوا على طول يعني يترددون على الكويت، يقومون بزيارات، يلتقون بحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأيضا بالفترة اللي كان فيه وزير للخارجية. فأعتقد أن العلاقة يعني جدا ممتازة مع الهيئة المتحدة ومع مجلس الأمن، وأعتقد أن هذا كما ذكرت سابقا أنا أعتقد أن هذا هو الوضع الطبيعي. في هذا الفوز الآن ودولة الكويت بحصولها على المقعد الغير دائم في مجلس الأمن، يعني باعتقادك ما هي الأولويات للكويت من خلال هذه المنصب تجاه القضايا المحيطة لنا في المنطقة؟ المساهمة في حل القضايا العالقة. المنطقة يعني نزفت كثيرا، الحرب السورية استهلكت يعني المنطقة كلها، أيضا الحرب في اليمن، الأوضاع في ليبيا، الحرب في ليبيا، أماكن كثيرة أعتقد أنها الكويت ستساهم فيها. الكويت الآن فوزها في هذا المجلس يلقي عليها بأعضاء يعني بعب مضاعف. نعم هي كانت مشتركة في كثير من القضايا، ولكن أعتقد أن وجودها في مجلس الأمن يعني سيزيد أعباءها. وأعتقد أن الخارجية الكويتية أو الدبلوماسية الكويتية عموما أعتقد أنها يعني على مستوى عالي، وأعتقد أنها قادرة على التحدي في هذا المجال. نائب رئيس مجلس الوزراء أستاذ غيث وزير الخارجية تحدث عن ثماني أولويات يعني ستعمل الكويت على تحقيقها من خلال منصبها في مجلس الأمن. يعني كيف يعني السؤال هو المطروح الآن، يعني كيف تبدو لك المهمة في ظل المعطيات الإقليمية التي ذكرتها أستاذ غيث وأيضا الدولية الراهنة؟ المهمة لن تكون سهلة. المهمة نعم الكويت عضو في مجلس الأمن، ولكن هناك 14 دولة، خمسة منها دائمة العضوية. واضح أن احنا يعني أمام خلافات كبيرة على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة. كانت في انكفاءة أمريكية، الآن واضح أن إدارة الرئيس ترامب بدأت تعود شيئا فشيئا إلى المنطقة. في أداء روسي أنا أعتقد أنه غير متوازن في المنطقة أيضا، يعني ينظر إلى طرف ويغض النظر عن الأطراف الثانية. واضح أن في هناك يعني ملف إرهاب متضخم جدا، داعش وما تمثله وما يحدث في العالم، وأيضا ما يحدث في أوروبا ينعكس علينا سلبا. هذه المشاهد والنظرة بين الأديان وبين من يعتنقون هذه الأديان، نظرة الشك، أعتقد أن هناك ملفات كبيرة. لكن أعتقد أن الكويت ستسعى في يعني بذل جهد كبير لمحاولة يعني تقليص الهوة بين هذه الدول. نعم أخي بندر أكون صارح يعني
أكلمك بصراحة، واضح أن نحن أمام قضايا كبيرة جدا، ما يحدث في المنطقة وهذا النزيف المستمر للدم وهذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يعيشون يعني في أجواء ويعني في أماكن لا يعلم بها إلا الله، محرومين من أبسط حقوق الحياة على مساهمات يعني دول مثل دولة الكويت، إلا أن الكارثة الكبيرة. لكن أعتقد أن الكويت يعني ستزيد من طاقتها الدبلوماسية في هذه المرحلة، سنساهم في يعني ردم بعض الحفر الموجودة في الدبلوماسية العالمية. أعتقد أن نعم الفوز مستحق، ولكن علينا مسؤوليات أكبر، وأثق في الجهاز الدبلوماسي الكويتي كونه قديم، لديه خبرة كبيرة، لديه معرفة على ما يحدث في المنطقة وفي العالم، وأعتقد أن كما ذكرت نحن جزء من الحل. هذا ما يميزنا على الدوام، أن نحن جزء من الحل لسنا جزء من المشكلة. دائما دولة الكويت يعني بسياستها جزء من الحل لجميع القضايا في المنطقة، ولكن كما ذكرت أيضا أستاذ قيس يعني هناك ملفات معقدة جدا في المنطقة، هناك مصالح لدول كبرى، وأيضا مصالح كبرى في المنطقة، وأيضا هناك علاقات متوترة في المنطقة. لكن التساؤل هو أي الخطوات المقبلة التي سوف تنتهجها الكويت بعد حصولها على المقعد الغير دائم في مجلس الأمن؟ يعني ما هي الخطوات المقبلة على ضوء هذه النتيجة التي حصلت عليها؟ أعتقد أن أتصور يعني لن أتحدث بالنيابة عن وزارة الخارجية، هناك من يتحدث بالنيابة عنها، ولكن كمواطن يعني متابع بسيط لما يحدث، أعتقد أن الكويت ستشرع بسلسلة اتصالات مع دول دائمة العضوية ودول من المنطقة لمحاولة فهم المرحلة القادمة، لمحاولة أيضا نصيحة العالم أو نصيحة الأطراف المتنازعة، أن استمرار حمام الدم في هذا الشكل سينعكس علينا سلبا إن لم يكن اليوم فغدا. بندر، هذه الحروب وهذه المصائب وهذه الكوارث تورث من الأحقاد التي تجعل أي شاب في مراحل مقبلة يكون عرضة للتجنيد من قبل بعض الجماعات المتطرفة. عندما يستوي الموت بالحياة في بعض الأماكن، تكون هناك النواة يعني لولادة إرهابيين جدد. فأعتقد أن نحن مطالبين بإفهام رسالة واضحة إلى العالم بما فيها الدول العظمى، أن استمرار هذا الحمام المتزايد بالدم في هذه المنطقة سينعكس على العالم، وأكرر على العالم، بشيء كثير من الكوارث. ماذا عن دول مجلس التعاون الخليجي يعني بهذا الفوز؟ يعني دول مجلس التعاون أعتقد أن يعني من فاز هي دول مجلس التعاون وليس الكويت. نعم. الكويت لم تتحدث يوما عن نفسها. سنتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، فوز دولة الكويت، وأيضا هذا الفوز أكيد مسجل لدول مجلس التعاون أجمع. نعم. مشاهدينا، هذه كلمة للنائب الأول رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لنشاهده. الحمد لله وتوفيقه، اليوم فازت الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للعامين 2018-2019، وحظيت بثقة المجتمع الدولي الممثل بأعضاء الأمم المتحدة، حيث نالت الكويت 188 صوت. باسم دولة الكويت أود أن أتقدم بشكر لأعضاء الأمم المتحدة على ثقتهم بدولة الكويت وثقتهم بسياسة دولة الكويت اللي أرساها سيدي صاحب السمو منذ الاستقلال عام 1961. أيضا هذه الثقة من المجتمع الدولي ممثل في الأمم المتحدة تجسد في تكريم سيدي صاحب السمو كقائد للعمل الإنساني والكويت كمركز للعمل الإنساني عام 2014. إحنا اليوم علينا مسؤولية كبيرة، كنا يعني الآن المجتمع الدولي وضع ثقته في دولة الكويت وسياستها لتكون عضو في مجلس الأمن غير دائم. إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. أستاذ قيس، يعني نشر قيم التسامح والتعايش يعتبر هدف سامي للكويت من خلال مقعده، يعني كيف ترى حيوية هذا الهدف كحاجة إنسانية وأمنية باختصار؟
باختصار أنا أعتقد أن أداء الكويت في السنوات الأخيرة، بعدها عن أي تعصب، نعم، إنشائها لمراكز الوسطية، أعتقد أن أكبر دليل على الشيء اللي قاعد طرحه. أعتقد أن الكويت يعني ستساهم مساهمة كبيرة بعد فوزها اليوم في مجلس الأمن. الأستاذ قيس الأسطى، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا. شكرا لك بندر. إذن مشاهدينا الكرام، نصل لنهاية حلقتنا الخاصة حول فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.